بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. مسلمان ہونے جي ڪري اسان کي قرآن شريف كريم جي ريويزن جي لاءِ ٽائم ڪرڻ کپي. سو كريم شريف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن فمن أظلم ممن ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.